مين لبس الفستان بطريقة أفضل، نوال الزغبي ولا الفنانة العالمية شيرل كول؟ خلينا نشوف في فقرة Who Wore It Better. ليلى أحرق. علينا اثنيناتهم بيجنن اللبس كتير صعب، بس أكيد نوال. هيك أحس أنا بالنسبة لي أحب القوام المرسوم. كخليجيات احنا نحب الجسم المنحوت اكثر من الاجانب، يحبون البساطه، يكون جسمهم يعني ما بيهتمون بالقوام التضاريس كثير. احنا نحب نكون جذابات بشكل اكبر، طبيعه الخليجيات. نوال بابا حبيت ستايل شعرها مع الدريس كثير شغل. She's more fit. اكثر حاجه فارقه هي القوام نفسه يعني. نوال لانه اول شيء شيرل كتير سكيني، نوال جسمه عربي بالبقلة يعني عرفتي، وأنا ما بحب السكيني بصراحة، بحب الواحد اللي جسمه فيه كيرفز شوي. كمان شعره لنوال طالع كتير كتير لابق للدريس أكتر، ولونه كمان. أنا بالنسبة لي دائما أحب نوال الزغبي لأنه أكثر الأشياء كل شيء يلوق لها بالعراقي، يعني يلوق لها يلبق لها، وستايلها رائع، لون بشرتها، الشعر، الميك اب، دائما تحسيها متجدده، فلبس رائع عليها. الشعر المنتور واللون كثير معطي للفستان يعني قيمه انا اشوفها بالنسبه لي، لانه لون الفستان الاحمر مع البلاتين كثير رائع، وخصوصا لون البشر. انا نوال حبيته اكثر يمكن لانه لابق للون شعره اكثر. لا هي شوزه احلى. مور كلاسي مع الفستان، ما حبيت اللوك هير مع الدريس. ممكن كميك اب اختار شيريل، بس باقي الاشياء كلها اختار نوال، واي ام بيج فان اوف نوال يعني. شيريل احلى من شوز نوال، يمكن لانه الشوز تبعها هي الصندل تبعها كلاسيك اكثر عرفتي، فطلع احلى. بس بشكل عام كشعر واكسسوارز نوال. اللي ما عجبني انه ما معطي يعني قيمه للفستان كثير، انه احيانا عادي السليبرتي الويف يتبعون سمبل ستايل، فمرات بيضيع هويه الفستان. طبعا الاجانب معروف عنهم انه بلبسهم وبستايلهم بيكونوا ناعمين اكثر، بيختاروا الشغلات السيمبل اكثر. نوال. شيرين. نوال. بالنسبه لي نوال الزغبي، I love her so much. برايي نوال الزغبي هي اللي لابق لها اكثر الفستان. نوال الزغبي اكيد هي اللي تربح. مين حبيبي انا رد علي وقول، مين حبيبي انا رد علي وقول، انت اللي بحبك اكثر.